تستضيف مصر فعاليات المعرض والمؤتمر الإفريقي الطبي الثاني، والذي يحمل أهمية كبرى ويأتي في إطار تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي الخاص بالقارة الإفريقية. كما يعد هذا المؤتمر فرصة جديدة للتأكيد على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للتعاون مع قارتها الإفريقية في جميع المجالات. تحت شعار وضع أفريقيا كمحور قاري للابتكار الصحي والتجارة، تأتي استضافة مصر لفعاليات المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني صحة أفريقيا، مناسبة جديدة على مدى الاهتمام الذي توليه أجهزة الدولة المصرية لكل أشكال العلاقة مع القارة السمراء، وتأكيد آخر على صدق التوجهات المصرية بدعم ومساندة الأشقاء الأفارقة بمختلف الأشكال والسبل. المؤتمر تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمويل الطبي وإدارة التكنولوجيا، ويحمل أهمية كبرى كونه يأتي في إطار تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي الخاص بالقارة الأفريقية، حيث يحظى بمشاركة عالمية لأكثر من 315 متحدثا دوليا من 70 دولة ضمن أكثر من 1044 متحدثا. ونجحت مصر في تدشين أول منصة أعمال مستدامة خاصة بمناقشة وتطوير القطاع الصحي في قارة أفريقيا عبر تنظيم المؤتمر الطبي الأفريقي، والذي يعد نجاحا لكافة أجهزة الدولة المصرية. ويمثل المؤتمر فرصة كبرى لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية، وتحرص كبرى الشركات العالمية على المشاركة به لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بالقطاع الصحي في أفريقيا. فعاليات المؤتمر تسلط الضوء على تطورات مبادرات مشروع الجينوم المرجعي المصري، والذي يعد العمود الرئيسي للطب الشخصي. كما تتنوع الجلسات المستهدف عقدها خلال المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني ما بين مناقشة تعظيم التعاون بين مصر وأفريقيا على صعيد تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وجلسات متنوعة في عدد من الملفات الطبية الهامة مثل الطب الإشعاعي وجراحة الأعصاب وطب العيون. هذا ويقدم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي فرصة تعليمية من خلال جلسات ومحاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل تتناول أهم الموضوعات الشائعة بالقطاع. إفريقيا أرض الثروات والفرص، جغرافيتها الفريدة ومواردها الوافرة وأراضيها الخصبة الشاسعة جعلت منها محط أنظار العالم وسوق استثمار المستقبل. تواجه قارتنا تحديات هائلة في عصر يموج بمتغيرات سريعة وأزمات متلاحقة أدت إلى عرقلة جهود التنمية الشاملة والمستدامة. وكان قطاع الرعاية الصحية الإفريقي أول القطاعات تأثراً بسبب تفاقم الخلل في سلاسل الإمداد والتوريد وزيادة التكلفة، فضلاً عن هشاشة المنظومة وتراخيها وعدم قدرتها على تحقيق نمو احتوائي لعدد السكان الهائل والمتزايد. الأمر الذي استلزم وجود منصة أعمال إفريقية موحدة ومستدامة تكون بمثابة الأمل في تغيير هذا الواقع، تعمل على النهوض قطاع الرعاية الصحية والتصنيع الدوائي بإفريقيا، وتكون محوراً قارياً للتجارة والاستثمار وتبادل الخبرات، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. تطلق الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا، والذي يعد أكبر محفل دولي وأهم منصة تفاعلية تعمل على صياغة خريطة إفريقية موحدة لبناء قطاع صحي متطور ومستدام. أفريقيا سوق واعد. إذا كنا النهاردة مليار و 250 أو مليار و 300، فخلال 20-30 سنة بكتير هنبقى 2.5 مليار. ده سوق كبير قوي، وبالتالي المستقبل لأفريقيا. وذلك بمشاركة خبراء الرعاية الصحية من أكثر من 90 دولة
يبحثون سبل تطوير قطاع الصحة الإفريقي بجانب افتتاح أكبر معرض للمستلزمات الصحية والدوائية بالقارة. وتستكمل الدورة الثانية لأفريكا هيلث إكسكن متابعة نتاج دورته الأولى والتي أثمرت على العديد من المبادرات، منها صحة إفريقيا من توريد العلاج إلى الشفاء، ومبادرة التعاون لتسريع التغيير لمكافحة السرطان في إفريقيا، إضافة إلى حملات القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي بي وفيروس سي، ومبادرات تعزيز صحة الأم والطفل، وذلك استناداً إلى التجارب الرائدة لمصر في هذا المجال. وإيماناً من الدولة المصرية بدورها ومسؤوليتها تجاه قارتها، نفتخر اليوم بالإعلان عن إطلاق جائزة نرعاكم كأهلينا إفريقيا، وذلك عبر شراكة مجتمعية بين أفريكا هيلث إكسكن وأكبر مجموعة مستشفيات بالشرق الأوسط وإفريقيا، وهي الجائزة الأولى نوعها التي تستهدف تكريم منفذي المشروعات التي تحسن من خدمات الرعاية في جميع المنشآت الصحية بالقارة. وتستمر الجهود وتتوالى المبادرات التي تعزز من تنافسية الاستثمار بقطاع الرعاية والتصنيع والابتكار في القطاع الصحي عبر منصة إفريقيا الدائمة. I'm so grateful to President Abdel Fattah el-Sisi for creating a safe, secure and intellectually stimulating environment for both his citizens and international students. Africa Health Excon. الأمل الإفريقي لبناء قطاع صحي متطور ومستدام.